بعد نجاح الفيديو الأول اللي عملناه عن أفضل فلتر 7 مراحل، واللي مقصود منه الفلتر اللي بيشتغل بنظام الـ RO بغض النظر عن عدد المراحل، والمفروض إن إحنا بقينا في سنة 2024 المفروض محدش يبيع لنا فلتر 7 مراحل بدون خزان وبدون موتور، لأن زي ما أنتوا عارفين اتكلمنا كتير إنه نصب. النهاردة هنعمل لكم الجزء الثاني عن أفضل فلتر 7 مراحل في مصر، طبعا لأن الفيديو الأولاني ذكرنا فيه 10 منتجات، والفيديو ده هيكون مكمل للفيديو الثاني. مش هنكرر نفس الأجهزة اللي احنا اتكلمنا عنها، ولكن هنضيف ليها 10 أجهزة كمان، لأن زي ما أنتوا عارفين السوق بيتغير ويتجدد. فلو مهتم كوباية الشاي أو القهوة اللذيذة ويلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد. بعد الارتفاع الرهيب في الأسعار بتاعت الفلاتر في بداية 2024، الحمد لله احنا دلوقتي في حالة استقرار نسبي في الاسعار ككل، وطبعا اسعار الفلاتر بشكل خاص. فزي ما قلت لكم المنتجات اللي هتكلم عنها النهاردة هتكون مكملة للفيديو السابق، بمعنى ان انا مش هكرر اللي انا قلته في الفيديو الاولاني. فلو انت عايز تعرف ايه افضل المنتجات اللي موجودة في السوق المصري، هتسمع الفيديو الاولاني اللي هسيبه لكم في الوصف وهيجي في علامة الاي وتتفرج على الفيديو ده. وللعلم الفيديو ليس دعاية لاي شركة من الشركات اللي انا هذكرها. في الفيديو ده هكلمكم عن 10 منتجات، منهم 3 براندات في الفئة العالية سعريا طبعا، و7 منتجات في الفئة الاقتصادية. رقم 1 فلتر كنت ايس، وده فلتر 5 مراحل، واكتر ما يميز الفلتر ده انه بيشتغل بالثلاث تقنيات اليو اف واليو في والار او. يعني الفلتر ده الفلتر الوحيد اللي داخل مصر فيه ار او ويو اف ويو في، وده اول فلتر يكون اليو في موجودة جوه خزان الفلتر، بحيث المية تكون معقمة ضد البكتيريا والفيروسات طوال الوقت. رقم 2 فلتر مياتو التركي 6 مراحل، وده اول فلتر في مصر وفي الوطن العربي يكون من الزجاج. وطبعا كتير مننا يعرف ان الخزان هو اخر مكان بتتخزن فيه المية بعد فلترتها، فلازم يكون الخزان من مواد لا تتفاعل مع المية نهائيا. فمياتو التركي بيقدم لاول مرة في مصر والوطن العربي فلتر بخزان زجاجي. رقم 3 فلتر مندر 8 مراحل، وده براند مصري قوي جدا، بيتميز بانه بيعمل بنظامين RO ويو في، يعني هو مزود بشمعة الممبرين اللي هي بتشيل الاملاح والبكتيريا، وكمان مزود بشمعة اليو في اللي بتقتل البكتيريا. ولان التلات موديلات اللي ذكرتهم دول في الفئة العالية، يعني مش كل الناس هتقدر تجيبهم نظرا لارتفاع سعره، فاضطريت ان انا اجيب لكم افضل 7 فلاتر في الفئة الاقتصادية في نفس الفيديو. رقم 1 اكوا سيلا 7 مراحل، فلتر مجمع من الخماس التركية والهندية والفيتنامي بأعلى جودة. رقم 2 بيور تكس ايكو 7 مراحل، وده فلتر معمول باحترافية عالية جدا، لان اللي بيقدمه واحد من اهم الخبراء في مصر والوطن العربي في المجال المنزلي. رقم 3 فلتر توب 7 مراحل، والفلتر ده فيه بعض المميزات اللي مش موجودة في اي فلتر تاني. رقم 4 هايبر ووتر، وده الفلتر اللي بيغزو مصر في الوقت الحالي، محقق مبيعات جامدة جدا من بداية 2024، نظرا لان الشركة القائمة عليه من الشركات القديمة جدا وذات الخبرة في المجال، واللي بتقدم اقوى خدمة ما بعد البيع في الوقت الحالي. رقم 5 فلتر اكس 7 مراحل، وده من الفلاتر القوية جدا، برضو متجمع بايدي خبراء ومتخصصين في المجال لعشرات السنين. رقم 6 فلتر كليريتي، وكليريتي اول فلتر في مصر يكون عليه ضمان 4 سنين، ومعنى كده ان هم واثقين في كل قطعة محطوطة في الفلتر ده. رقم 7 فلتر اكوا موندا التركي، وده واحد من البراندات التركي اللي موجودة في مصر بقالها فترة، واللي بيقدم افضل قيمة مقابل سعر. طبعا لو وصلت معايا للحظة دي في الفيديو، فانت سمعت اسماء 10 انواع او 10 ماركات لفلاتر موجودة في مصر. فلو قررت تشتري الفلتر، في الاول هتتفرج على الفيديو الاولاني اللي هسيبه لكم في الوصف، اللي ذكرت فيه 10 موديلات و10 منتجات، وبعد كده هتتفرج على فيديو كيفية اختيار الفلتر المناسب اللي هيظهر على الشاشة دلوقتي، والفيديو ده بيحدد لك انت محتاج اي نوع من الفلاتر او ايه الفلتر المناسب للمنطقة بتاعتك. الخطوة اللي بعد كده هتبحث في مواقع البحث سواء فيسبوك او جوجل او غيرها عن الماركات اللي انا ذكرتها لحضرتك، تبدأ تسأل عنها اللي جربوها والناس اللي اشتريتها، يا ترى هي بتشكر فيها ولا المنتجات دي مش كويسة، عشان بس تتأكد من الجودة. الخطوة الأخيرة لو قررت تحجز أي نوع من الفلاتر اللي أنا ذكرتها، سواء العشرة اللي ذكرتهم في الفيديو ده أو العشرة اللي ذكرتهم في الفيديو السابق، أنا سايب لكم رقم الواتساب في الوصف، تقدر تتواصل معي بشكل مباشر وهوصلك بوكيل كل منتج من اللي أنا ذكرتهم. في واحد دلوقتي هيقول لي إيه الفرق بين البراندات اللي أنت ذكرتها في الأول والمنتجات اللي أنت ذكرتها بعد كده، أو بمعنى أصح إيه الفرق بين البراند والفلتر التجميع. ده هيكون موضوع الفيديو الجاي إن شاء الله، ويارب يكون الفيديو مفيد لكل اللي شافوه، واستنوني ان شاء الله في فيديوهات جديدة. اشوفكم على خير، سلام عليكم.